اسمي محمد صلاح، 28 سنة، اشتغل تمريض. أنا دلوقتي مطلق. أنا اتعرفت عليها عن طريق أختها، خطبنا 7 شهور، منهم 3 شهور كانوا كويسين، منهم شهرين ونص كمان ما روحتش خالص عشان كان في مشاكل. بعد 3 شهور الأولانيين ما كانتش كويسة معايا خالص، كانت المعاملة مش كويسة، وأنا حاولت أفشكل 3 مرات في 7 شهور دول. والدها كان بيحاول يكلم عمامي وأهلي عشان يرجعني تاني، ورجعنا. بعد كده حصل الجواز، اتجوزنا في 2017، بس كانت اعترفت لي بحاجة في 5 يوم الجواز أو 4 يوم الجواز، إن هي والدها غاصبها على الجوازة، إن هو حلف عليها بالطلاق وما ادالش في مصر، وقعدت أسبوعين عند خالتها من غير أكل، فاضطرت إنها تتجوزني عشان موضوع طلاق والدتها وكده. كنت عايز أطلقها في ساعتها. لما قالت لي إن أنا اتجوزت غصب عني وأبويا اللي حلف عليها بالطلاق، كنت عايز أطلقها في ساعتها، بس رجعت نفسي. بعد ما اعترفت لي وقعدنا مع بعض فترة، اكتشفت إنها حامل، فطبعا ما كانش ينفع انفصل وبتاع، وقلت ممكن تهدى وتعيش وتحاول تتأقلم مع الجو اللي احنا فيه، اللي انا عايش فيه، بس ما تأقلمتش. يعني زعلت، او زي نظام غيرة كده، من اهتمام بوالدتي، وتعاملت معايا طريقة تكبر شوية، لان ايامها كنت انا لسه واخد دبلوم، وكنتش دخلت تمريض لسه، انا واخده كليه، انا مش عارف ايه، وكانت تروح عند والدها من غير ما اكون موجود، من غير انا ما اعرف. كنا انا مثلا مع والدتي في مستشفى، لان والدتي بتغسل كلى من قبل ما اتجوز، من 2015. قعدت سنتين، في السنتين دول انا قعدت منهم سنه وشويه في المستشفى. والدتي كانت اتكسرت، كانت المفروض تعمل عمليه شرايح ومسامير، ظروفها الصحيه ما كانش ينفع تخش عمليات نهائي. الدكاتره كلهم اجمعوا ان البنج ما ينفعش، غلط عليها، عشان غسيل الكلى والسكر والضغط وظروفها الصحيه. في الاخر اضطريت ان انا اقعد معاها، سبت شغلي وسبت الدنيا كلها وسبت كل حاجه. زوجتي دي او طليقتي دلوقتي حاليا كانت زوجتي لسه، بس غضبانه عند اهلها. ما جتش لوالدتي مره في السنه ونص دول غير مره واحده، وجابت لي معاها 5 6 انفار، لان والدتي اللي بعتت ناس عشان يصلحوها واحنا في المستشفى معاها، ما رضيتش ترجع. بس لما مرضيش ترجع، طلبوا من أهلها وطلبوا من طليقتي دلوقتي اللي هي طليقتي حاليا، إن ننة البنت اللي هي أمي عايزة تشوف حفيدتها. فجالي 5 6 انفار عشان يوروني البنت، وخدوها ومشيوا. ومن بعدها رفعت قواضي عشان تتطلق. حاولت أرجعها كذا مرة وأقول لها عايزين نعيش، مرضيتش، بل كانت بتتجبر عليا ببنتي وبالقانون. تقول لي اللي في بطني دي قبل بنتي ما تتولد، كانت بتقول لي بنتي دي، بنتك دي اللي في بطني دي هي اللي تخليني احط رجلي فوق رقبتك. جيت عشان اشوف بنتي، وبعت لهم، كلمت واحد من بلدها عشان يروح يتوسط لي بينهم، ان انا اروح اقعد معاهم او اشوف بنتي، حتى لو عنده هو، مش في بيت جدها ولا بيت امها اللي هي طليقتي. ردت برساله نصيه، والراجل بعت لي مشكورا، بعت لي الحاجه دي على الواتس، عملها لي رساله محوله من عندها، من المحادثه اللي بينها وبينه. بيقول لها بستاذنك ان الاستاذ محمد عايز يشوف بنته، كان يوم 3 قبلها، قال لها عايز يشوفه يوم 3. رجعت قالت لا مش هيشوفها، ولو عايز يشوفها يبقى اعمل لها قضيه رؤيه الاول. انا من النوع اللي مش بحب المشاكل ولا عايز مشاكل، انا عايش في حاله طول عمري، يعتبر من 2019 شفتش بنتي لحد دلوقتي، مفيش غير صوره. الراجل خدها سكرين شوت من على صوره الواتس بتاعتها، طبعا هو كلمها على الواتس، فصوره الواتس بتاعتها ظهر عنده، كانت صوره لبنتي محطوطه على الواتس، خدها سكرين شوت وبعتها لي. هي دي كل علاقتي ببنتي، ومش عارف اشوفها لحد دلوقتي، ولسه رافعه قضيه دلوقتي عشان ما عرفتش اشوفها. ودي بعد ما شفت صوره بنتي حسيت ان انا عايز اخدها في حضني، عايز اجيبها تعيش معايا هنا. والدها نفسه، الراجل اللي كان واسطه بيني وبينها، انا جيت اكلم، قلت له وصلني بابوها عشان اروح اشوف بنتي عند والدها، عند جدها اللي هو ابو امها. الراجل رد عليا في التليفون، ما ردش عليا على الواتس، رد عليا في التليفون وقال لي ابوها بيقول ماليش دعوه بالموضوع ده، بنتي اتجوزت غصب عني ومن ورايا، وانا ماليش دعوه بالموضوع ده، طليقتي دي اتجوزت دلوقتي وواخده بنتي تعيش معاها. وكمان سمعت لسه قريب ان هي عايزه تسافر الاردن للشخص اللي اتجوزته، وعايزه تاخد بنتي معاها. انا لسه مكلم المحامي بتاعي
عشان يعمل لي منع سفر لبنتي، بس مش عارف هو بدأ في الورق ولا لسه. فنفسي اخد بنتي عندي، يعني مش عايز حد يربيها لي حتى ولو جدها. انا عارف ان القانون بيقول ان ام الام الاول وبعدين ام الاب، بس بيتهيألي ان قلب الاب هيكون احن كتير قوي من قلب نينتها ام امها او قلب جدها. يعني بيتهيألي الحنيه بتاعت قلب الجد او الجده مش هيكون قد حنيه قلب الاب، عشان عايز اشوفها ودي، وعايز الحياه تبقى ودي. انا ما بحبش المشاكل، ما بحبش اروح قيمه المحاكم ولا قيمه اسم الشرطه اصلا. انا ما رفعتش ولا قضيه لحد دلوقتي، انا بس برد على القضيه بتاعتها. علاقتها بوالدتي ما كانتش كويسه. في يوم من الايام حاولت ان انا مد ايدي عليها لما غلطت فيا وقلت ادبها عليا بطريقه مش كويسه. مامتي اللي تعبانه دي وقفت بيني وبينها، ضربتني بالكاف عشانها. لما دخلنا اوضتنا مع بعض في نفس اليوم عايرتني ان مامتي ضربتني وانا ما قدرتش اعمل حاجه واتكلم. كانت بتطرد امي من ورايا، كانت بتغير ان انا بعمل لامي او باجي من الشغل اعمل لها لقمه تاكلها عشان هي ما كانتش، وهي كانت قاعده ما تعملش حاجه. فقدت ثقتي في البنات بسبب اللي حصل لي، يعني اللي حصل لي مش شويه. انا بروح اعيط لوحدي بره، يعني بسيب والدتي في المستشفى، بطلع بره في مكان لوحدي في قلب المستشفى، بفكر بقول ليه ده حصل لي، انا ما عملتش حاجه وحشه في حد، ما اتكلمتش مع حد. اقول لبنتي مريم لو شفتها انا نفسي تيجي تعيش معايا على طول، نفسي انا اللي اربيها. ودي كانت النتيجة، إن واحدة غصبوها على الجواز من واحد ما بتحبوش ومش عايزاه، والعهدة هنا زي ما بنقول على لسان الراوي اللي حكى لنا حسب ما بيقول في كلامه، على حسب كلامه هو ذنبه إيه. ولما هي جت تعترف له في رابع أو خامس يوم جواز إنها مغصوبة عليه ومش عايزة، طب ليه ما اعترفتلوش وهم مخطوبين؟ يمكن كان يتفق معها إنه يفسخ الخطوبة ويقول لأهلها إن هو اللي مش عايزها من غير ما يحطها في مشكلة وكل واحد يروح لحاله. وأبوها، أبوها بقى اللي غصبها على الجواز وحلف عليها بالطلاق، فينه النهاردة؟ فينه من مشكلة كبيرة زي دي؟ قالك أنا مالي. والغريبة إنه بيقول لأهل الخير اللي بيتوسطوا عشان محمد يشوف بنته أنا ماليش دعوة. بنتي راحت اتجوزت تاني من ورايا بعد ما اتطلقت. يعني كان ليك دعوة لما غصبتها أول مرة ودلوقتي ملكش دعوة. وهل فعلا ممكن طليق محمد تسافر ببنته للأردن مع جوزها التاني؟ أسئلة كتير قوي في حكاية محمد.